حياكم الله مشاهدينا الكرام في حديث الدار والدار داركم والمجلس مجلسكم. ازدان مجلسنا بضيفنا الدكتور عبد الله القرشي المستشار الأسري والمدرب المعتمد والباحث في جامعة أم القرى. حياك الله يا دكتور. الله يحفظك. الله يسعدك. سعداء جدا بك. الله يسعدكم. الله يسعد والله. الله يرضى عليك. حنا قديمة الأولين يقولون عندهم كان في نمط في الضيافة من عاداتهم, ما عشان حنا بنتكلم عن العادات, إنه يسوون الضيافة قدام الضيف, يعني الجار موجود والقهوة والمعاميل والأغراض. واليوم أبو حسان قال أنا بسوي القهوة والحلا يعني قدامكم. كيف دكتور اللي مشرفنا ومجاور السعيد يسعد. الله يسلمك. مرحبا عليك. مقدارك. أبو حسان أبدا استعملت, إذا بغيت أي شيء أشر لي بس. تمام تمام. يعني القهوة جاهزة مرة أشر وحلا بعد كمان. وحلا على الهواء. وحلا أنا اسمه حلا حديث الدار, هو مسويه مسميه يعني عاد ما ادري وش بيه. عادات حديث الدار. طبعا تحملني شويه راح اوجه ترى لاني احب الكشتات على راسي. والله بشب سعد. الله يحيي.